اسمي بسام عمري 25 سنة وعندي ماستر اون بريباراسيون فيزيك اي مونتال اوكي يعني في السبور قريت في نابس قصر صعيد لكن الباسيون بتاعي سان غيان افوار بديبلومي اوكي ديبلومي في السبور بريباراتور فيزيك مونتال تريني كذا كذا لكن الباسيون بتاعي هي لي جو فيديو عمركم شريت واحد يخلص باللعب تلعب باش تخلص شد العب الجو هذايا تنخلصك فلوس مانيفيك ولا طيارة على الاخر الحكاية سو قلت واي نوت واي نوت هذه حاجة ياسر مزيانة كي كنت صغير كنت مغروم برشا بالتصوير دوكو بعد كيش حليت شين يوتيوب بعد كي تحلوا اليوتيوب البلاتفورم تحلت في تونس عام 2010 وقت اللي هرب بن علي معناها حللنا اليوتيوب برشا افيق تحلت تخافيغ اليوتيوب سو قعدت نتفرج برشا في الكوميونيتي الفرنساوية اوكي منهم يوتيوبر اسمه ديابلو اكس 9 معاش كان تعرفو ديابلو اكس 9 هذايا كان ليدول نتاعي كي كنت صغير نعدي برشا وقت قدام بي سي مينيموم 7 8 سوايع قدام بي سي ما تحكيش 7 8 سوايع وانا نلعب جي يومي ولا بابا يحل الباب يدخل يقاني يلعب يا ولدي مازال تلعب الفطور برد لحظه جيت نمشي نرجع نلعب تعاود ترجع العشاء كيف كيف لين ساعات ننسى الفطور كريمو تنسى عمركم شي واحد ينسى روحه وينسى ما فطرش هاي بالرسمي عندنا فطور نمشي نفطر تلمو تبدا ليه باللي جو معناها عاد منهم مرة صارت ثورة في الدار جاني يومي بابا كذا كيفاش ما عادش فما بيسي ما عادش فما لعب ما عادش فما ما عارف شنو ما سيت لا بقرايتك مستقبلك تخرج بعد انترونور كذا كذا مسمار في حيط كما كان يحكي وفوالا سو قلت لهم نهار اللي يجيكم البلتان فيه موين خايبة ولا نهار اللي يجيكم بلتان فيها بدوبل ولا يرسب بيعوه بيسي وخذوا حقه مادام انا قاعد نقرا وناجح اموري مريقله ما يدور بيا حد وهذاك اللي صار انا لا باز ربحان في القرايه يعني خذيت الباك بريسك عمري 17 خذيت ليسونس نتاعي بريسك عمري 21 و 23 خذيت الماستر به علقتهم ثلاثه في الحيط هك واحده فوق واحده فوق الاخرى تلفت لهم سي بون هاوكا الامنيه نتاعكم تحققت هاوكا باك بلس 5 لصقوا في الحيط توا سايبني خنعيش حلمي سايبني خنعيش مادام مازلت صغير وكل نجم نعمل كل شيء. بغيف باش بديت؟ عرفت بديت بك البيسي بورتابل، تعرفوك البيسي بورتابل كي يسخن يتسكر تبدا في طنبك الخدمه نتاعك تلقاك تخدم في حاجه شت داون تسكر وانت يا ربي عليك. اي با انا بديت بك البيسي هذاك، يعني اذا كان نهار تعديت على البيسي هذاك يعني تنجم تحقق كل شيء في حياتك. ولا ما عندكمش فكره قداش هو من غير ما نذكروا لي مارك سير ما عرفتوه خدم البيسي حد يعمل هكاك. كما قلت لكم بديت اترافير البي سي هذاك وبيسكو انا نلعب لي جو فيديو لي جو فيديو لازمهم دي بي سي قويين برشا بوغ افوار ان بي سي جيمر ما تفككش من زوز ملايين ونص ان فري بي سي جيمر تو ايماجين انت بطال مزدك تخرجت تمشي لبوك ولا امك بابا بلا بي سي قداش بزوز ملايين واش اش باش تعمل باش تلعب لي جو انت مهبول انت شكون تقول لك تنبيعك وانت مش ما تجيب لي حق دوكو واش خممت قعدت بيني وبين روحي قلت لازمني نشري بي سي جيمر مهما كانت لي كونديسيون نتصرف بيني وبين روحي انا شنو لي بوان فور لي فيا نلقى روحي مازلت صغير مازلت جون هيلثي نجم نسهر نجم نتعب نجم نهار دوركي بالكدا معناها قلت باش نخدم ليلة نهار مهما كانت الخدمه وهذاك اللي صار بوندون بريسك 9 10 اشهر انعزلت على العالم لا نعرف اش معناتها قهوه لا نعرف شو معناتها اصحاب لا نعرف شو معناتها بنات ما نعرف حتى شيء و سي تري امبورطون راه انك تنعزل بالرسمي تدخل في 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 عالم اخر وحدك شنو خدمت كنت راني اتليتيزم رانيت في كلوب سي اس اس فوتبول الاكاديمي دي جون اي او ميم طون سيرفيون في الانترنا في الليل هذوما ثلاثه ونقرا دوزيام اني ماستر ونقد في لي فيديو نتاعي على اليوتيوب باش نجمت شريت حق يونيتي ما تتصور راح تخدم 9 اشهر باش تدبر زوز ملايين واش معناتها لمتهم الفلوس هكا قلت له اعطيهم لي 5000 كان لازم باش يظهروا برشا نظر هذا عمل افور كبير يعني. مشيت وقتها سيلر معروف في تونس ما لازمناش نسميه لي مارك باش نحاول لو ماكسيموم بوسيبل مشيت لسيلر معروف في تونس حطيت له الفلوس قلت له اعطيني اقوى بي سي بالفلوس هذوما نتاعك نتاعي بلوتو وبجنبي الوالد مشى وجا قال لي اسمعني تعرف كي نزيد 150 دينار تاخو يا ولدي قطعه مش نورمال اما تلفت للبابا قلت له شنو يعمل؟ قال لي اني جبتك
شو جبتني يعني يقصد من الدار للواحد ما. شوف كيفاش خممها معايا ما. قلت شنو يعني جبتي كنت 150 تو قال لي من بعد باش تمشي تشري باش تمشي تلعب بيه لي جو قلت له تشوف لي جو هذوك نهار اخر باش يعملوا قال لي خويا تفندق في فلوسك قال لي كي مشيت عملت حاجه اخرى خير لك قلت له خويا انا حر في فلوسي وانا حر عرق جبيني قلت له هذوك انا حر وين نحطهم مي سير زادك ال 150 حاسين بالسيف خرج هكا عطاهم ورا واحد بك البي سي جيمر وما نحكي لكمش اللي ديجا عطيتو اسم اللي هو اسمه تيتان عيطوا له تيتان حمد الله سيغمو برشا يعرفوه يعني شكون يعرفوا كعبيت تيتان حمد الله علاش حمد الله على خاطر يخدم لي جو الكل حمد الله كيما يقولوا فهمت جوست هكا بارونتيز صغيره بي شريت البي سي هذاك ومن وقتها بديت بالرسمي احلام تكبر بشوي بشوي بديت الاحلام تكبر وبديت معناتها النومبر دابوني يكبر النومبر دو فيو يكبر البوبولاريتي بدات تكبر قبل كنت نمشي في الشارع ترونكيل كي الناس توا في اللحظه هذه اذا كنت عدى قدام ليسي ولا كوليج ما تفكنيش من نص ساعه ولا ساعه غير بعد تصاور منهم مره كان ميساج من عند نزار الشعري يجي يقول لك لا اون ايمري بيان ان اون تانفيت اوتو كرونيكور في تونيفيزيون لايف ما عرفتش كنت فرجتو فيه ولا سيتي اول اكسبيريونس ليا تعديت من اليوتيوب من كل بي سي اللي يسخن يتسكر ها لي بي سي جيمر اللي بشويه تعديت للاكسبيريونس تاع التلفزه واه باش نتعدى في التلفزه باش نولي كرونيكور باش نولي معروف كذا سيتي من نهار اثنين لنهار الجمعه من 9 ل 11 ولا من 8 ل 10 لايف تعديت اكسبيريونس طياره برشا وسيتي كنت فرحان على الاخر قلت او موان التعب اللي تعبته باش ريت كل بي سي باش كملت وصلت اكثر فيديوهات كان في بلاصتو ما خسرتوش تعب هذاك من بعد شغمان باش يعرضوك برشا هيترز برشا باش تفتكرك برشا باش تسبك برشا باش تشتمك سامحوني تشتمك ولا قلت لكم رقت 3 سوايع برشا عبيد باش تفتكرك باش تحسدك بغض من غير حتى سبب تلقاك السيد ولا الطفله ما تعرفهمش عمرك ما عملت له حاجه خايبه في حياته ما تعرفوش يكرهك لله في سبيل الله هكاك علاش ما توصلش ما تعملش علاش انت توصل ما توصلش علاش من غير حتى سبب مهمته هو انه يعرق لك احلامك مهمته هو انه يقف لك هكا حيط يقول لك ليه مش متعد دبر فيا ثاني وبخيتو تسمى حاجه باهيه علاش خاطر كان ما عندكش هيترز في حياتك ولا عبيد تكرك راك مش انسان ناجح كان العبيد الكل تحبك ومحليك وكل راه فما انا في الحكايه مادام ما عندكش عبيد تكرك راك مش انسان ناجح من بعد هذا الكل اجين تزيد تقدم في احلامك بشويه بشويه وين يجيك ميل يجيك ميل من عند جوجل لليوتيوب نيكست اب اليوتيوب نيكست اب شنو هذا هذايا تظاهره تصير كل عام من عند جوجل يوتيوب ياخذوا من العالم العربي الكل احسن يوتيوبرز عرب اوكي ياخذوا احسن يوتيوبرز عرب انت تقدم الكانديداتور نتاعك وبعد يتم اختيارك والا لا اي با اترافير ديزون فوق 3500 كانديداتور 3500 كانديداتور اختاروا كان 19 اوكي ومن تونس اختاروا 4 اي كومبري انا والكادو التيم نتاع جماعه جوجل كل واحد فينا خذ 2500 دولار واو 2500 دولار اما شنو هو ما عندك الحق تاخذهم فلوس ملاوينك تاخذهم لازمك تشري بهم حاجات ديزون تابعه لودي فيزوال ولا حاجات باش تابجريدي بهم السيت اب نتاعك ولا ماتريالك تو ايماجين انت قاعد حاط ساق فوق ساق تفرج في الايباي ولا في الامازون والوالت نتاعك في 2500 دولار طب تعمل لك نحب الماك هذي نحب الكاميرا هذي نحب التريبي هذي والله سيتي هكاك بالضبط احساس رائع بالرسمي نحكي لكم ما تكونش فكره شفتوا ما عندناش باي بال في تونس ها هذه حاجه مهمه من بعد كان اكبر حلمي اني نمشي شو ما برشا يعرفوها إيثري اللي هو اكبر صالون دو جو فيديو في العالم اسمه الكترونيك انترتينمنت اكسبو يصير 3 ايام في العام في لوس انجلوس كاليفورنيا ايبا حلمي اني كنت نمشي للصالون هذاك سوف كو دينار طاح ودولار طلع وباش تمشي غادي باش تقعد جمعه في لوس انجلوس كاليفورنيا بالمزمر ما اقلش من 10 ملايين ما اقلش من 10 ملايين انا وقتها دون لو طون ملي من اليوتيوب نيكست اب قبلها بشويه دخلت نخدم في خدمه تابع مش تابع دبلومي اوكي دخلت ككوميونيتي مانجر بعد سينيور كوميونيتي مانجر في شركه بريفي باش نجمت ندبر مصروف سي نورمال
خدمت شهر الاول الثاني الثالث الرابع وصلت 6 اشهر وليت كي نقوم الصباح نقوم فادت تصور واحد يقوم 7 نتاع الصباح طايرت له كل يوم جامي قمت بونيمور كل يوم فادت علاش خاطر نمشي نعمل حاجه مش ما نحبهاش لكن حسيتها في الاخر اني قاعد نخدم في احلام غيري والكونتر بارتي نتاعي هي كالسالير اللي تتصب في اخر شهر دوكو قلت لهم يبا باش نبطل باش نبطل من الخدمه قالوا لي شكون باش يعطيك مصروفك غزرت اليوم قالت لي شو لحتك قالت لي ما نعطيكش مصروفك قلت لها اسمع مش نطلب منك حاجه 10000 20000 باش تحققها ودي بلاسمون خليني نركز قلت لها تو نعرف روحي شنو نعمل انا نخمم يا ربي كيفاش باش ناخذ الفلوس كيفاش باش نخدم كيفاش 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 يجيك تليفون وي بسام دراغون كالعاده وي اي دراغون معاك تفضل نحن التاسعه وكذا هما المحل بواد برو تخدم التاسعه نحبك تكون انت البريزونتاتور تاع ليميسيون بلا 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 كذا وكذا عملنا قهوه تفهمنا على السالير رحت للدار نخدم 10 دقائق في الجمعه 10 دقائق في الجمعه علاش ما 10 دقائق في الجمعه نقعد انا في بيتي وما نخرجش من الدار نقعد في بيتي يجيبوا هما الكاميرا ويجيبوا امورهم الكل يصوروني نقول كل كلمتين واخر كل شهر ناخذ سالاري بيس اند لوف مشيت عاد بجنب الوالد قلت له كيفاش مالا جو فيديو ما يجيبش حاصل تعديت ليميسيون في التلفزه والايفينمون هذا كيما قلت لكم حلمي كان بالرسمي ذا التيميت دريم حاجة واه مش نورمال كي تراها تقول سي بون تمشي ليفينمون هذا تسكر الحانوت تمشي تخدم حاجة أخرى سي بون تبدل دومين خاطر توب دي توب لو توب دي توب مشيت جيني ميل كالعادة من عند شركة معروفة برشا خدمة أساسنس كريد و فاركراي وبرشا جوات معروفة منجمش نسمي الاسم جيني ميل قال لي راهو تم اختيارك باش تمشي للاي 3 2017 كالعاده في بالي نيوز راه وليت عاد كل ولا ديما اللي ميلويت هذو ما نصدقهمش انا الا ما نقرا ونثبت ما جاوبتوش والله حقرت ما جاوبتش على الميل ميم با نص ساعه عاود بعث لي ميل اخر خاطر عندهم ابارامون لي بلوجين كي تماركي فيو ولا الميل راهو قرا ولا فازك هناك قال لي راهو تم اختيارك معناتها حاجتنا بالموافقه نتاعك جاوبته قلت له اوف كورس موافق معناه شنو لازمني نعمل معناه قال جوست حضر باسبورك وكذا 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 وراه راك يو ار فولي كفرد يعني كل شيء علينا تاش ما كل شيء عليهم يعني نجم تو نمشي نطلع في الطيار جوست عندي باسبوري واموري اكاو كل شيء عليهم تو ايماجين انت الشركه هذه تبعث لك كل شيء جمعه كامله في الي كاليفورنيا كل شيء عليهم والكونتر بارتي جوست انك تلعب لي جو نتاعهم اكاهو هذه حاجه مش نورمال بالرسمي وصلت للالتيميت دريم تاعك اللي حبيت عليه ملي كنت قاعد في الدار عامل هكا بوك في القهوه وامك في الكوجينه وانت قاعد هكا تقول لك اقرا على روحك باش نهار اخر تخدم وتجيب صغار ومسمار في حيط وكل غنيه ديما تتعاود بعد ما السيتواسيون هذيك تتحول انك تلعب جو فيديو يوصلوا لك انك تحقق احلامك اوكي قلت اوكي مشيت عاودت باسبوري مشيت قدت بطاقه التعريف تاعي تك 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 مشيت للسفاره غادي قعدت مشيت كاستم فزيت حصرت لحيه هكا وكذا خاطر قال لك جونغ احسبوا نهار عرسك كي تمشي للسفاره تاع امريكا معناها سينو ما يقبلوكش هذه الطاوله فهمت علاش معناها كاستمت ومشيت هلو واتساب نحكي معاك بيك ماشي باوراق راهو فولي كفرد من عند الشركه معناتها وكاتبين راهو وي غارونتي الرتور نتاع السيد هذا للبلاد الفلانيه وراهو اموره مريقله مشيت المره الاولى نحكي معاه قال لك تحكي معاه باللونجلي ياخذوا بعين الاعتبار كوم سي ما تحكيش معاه فرونسي ولا عربي هما يفهموا عربي فصحى يا اخي نحكيه بعد غزل لي هكا قال لي سوري سير ما نجمش نعطيك فيزا عملت له هكا ما عملت حتى رياكسيون ما كلمتوش حتى قلت له زيد ثبت هكا قلت له بالتونسي زيد ثبت فهمني راه والله فهمني عمل لك قال لي سوري يو كانت هاف ذا فيزا غاديك وين طب عليا طل ما بارد والله مت وحيت في سكوندا عملت هكا خذيت الدوسي كربو درت هكا وخرجت ما فهمتش عليه ما يقولكش الريزون عليه يعطيك ورقه فيها 35 ريزون يقول لك راك ترفست على واحده منهم حاوز لوش والله ما يعطيكش عليه
مخي صراحة لبعيد سألت أهل الذكر العباد اللي مشي وقال لك اسمع كي يطلع عمك ولا خالك وعنده كذا في كذا راه عادي ما تمشيش بديت نسأل في يومي خي خالي يا مور مريك عمي سافا مميتي والله وليت سرحت لبعيد إبا شوف ربك سبحانه معناها وقتها صار أنا إيفينمون قابلت فيه إكس وزير التكنولوجيا والاتصالات سي نعمل الفهري وأنا سور سين وقتها البريزونتاتور تاع ليفانت سيتيت أوني روبوت ولا إيرودي ولا إنسيت في الإنسات هما قالوا واي انفيتي دونور سي نعمل الفهري الناس الكل صفقوا قال لي اهلا دراكو قلت له سافا تيماجين وزير يقول لك اهلا دراكو قال لي ناخذوا سيلفي مع الببليك اوكي ناخذوا سيلفي مع الببليك ما جاتني غريبه كيفاش وزير يعرف يتبع معناها اون اكس وزير قال لي اسمع عطاني نمرو قلت تسحق اي حاجه يجيني قلت له ان شاء الله درت خممت يا رب شكون باش نكلم ما نعرف حد في السفاره طلعت جاء هو في مخي قلت هذا باش يحل لي مشكلتي كلمته بيه سي نعمان وقتاش نجيك قال لي كذا وكذا حاسيل خذيت معاه رونديفو ومشيت قال لي شنو تحب هكا معناتها اطلب كيما نقولوا نحن قلت له ما حاجتي بحد شيء راهو تم استدعائي من هكا 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 ورفضوا لي الفيزا ما نعرفش علاش نطلب منك انك تشوف لي اموان قل لي علاش باش الحاجه نصلحها كان ناقصه اوراق ولا كان فما حاجه ولا قال لي اوكي خذي كارت فيزيت هلاو امريكان امباسي نعمان از هير يحكي مع صحاب طلعوا في اخر حلقه قال لي امورك مريقله كتبنا ميل مع بعضنا للسيد تاع لومباسات قال لي امورك مريقله اون ساشون كو باش تحط ابليكاسيون فيزا 420 دينار اوكي سيتي معناتها اخر شهريه خديتها في مارس كي خليتها ابار قلت اون سي جامي حطيتها الكل في الفيزا اوكي 420 دينار باهي مشيت عاود سجلت عاود كتيت 420 دينار اخرين قلت طيا المره هذه مش نورمال مشيت لامريكان امباسي دخلت كالعاده مكستم نفس السيد موجود على اليمين المره هذه مشى للسيد على اليسار نو بروبلم قلت مشيتك مديت له اوراقي كذا يحكي معايا واش عملت انت وكذا قلت له والله قاري كذا عندي بروف دو سبور رانيت قبل خدمت هكا قبل قلت له اي هاف تي في شو في التاسعه تي في كذا 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 وهاي فنفيتد الكذا واستدعاوني جوجل قبل قلت له في الأردن أما أنا خممت في حكاية الأردن خاطر الأردن جاي في الحدود ما بين سوريا وإسرائيل قلت نسي جامي أما قلت له فايتد باي جوجل معناتها نصنفو غزلي عمل لك غزل الأوراق غزلي إيش قال لي؟ قال لي آسف سيدي ما تنجمش تاخذ فيزا واه فرير قلت له ماهوش فرير صحيح قلت له شنو عليه ليه قلت له ما عادش فيه انجلش عليه قلت له في بلادي نحكي بالتونسي نحكي كيما نحب عليه قلت له قال لي هكا قال لي قلت لك سيدي اسف تنجمش تاخذ فيزا كبسني برجلي الكاميرات سيرفيونس وكيفاش غزل لي قلت برجلي في التيريتوار نتاعهم خلينا نخرج قلت له ولا تنقول لك كيفاه فرانشمون تصدمت بالرسمي تصدمت انه حلمك يور التيميت دريم يجي قدامك في صحن من مش ذهب ديامون ما اكثرش وما تنجمش تمشي الى يومنا هذا اللحظه هذه ما نعرفش علاش ما خديتش الفيزا انا جوست حب نقول لكم حاجه مهما كان الدريم نتاعكم مهما كان حلمكم بالرسمي نيفر جيف اب تعرفش علاش خاطر الايدياز نتاعك لي زيدي نتاعك وافكارك واحلامك وقت اللي باش تشاريهم مع اصحابك من الاول الناس كل باش تضحك عليك الناس كل باش تضحك عليك باش بيك انت نورمال باش تدخل انت نورمال باش تعمل لك وكذا لكن بعد في البروسيس وانت قاعد تحقق في احلامك باش يقعدوا يغزروا لك باش يقعدوا يتبعوا فيك باش يقعدين يغزروا لك وانت تحقق في احلامك اند اجين باش يقعدوا يكرهوك راه باش يقعدوا يحسدوك فور نوثينغ وانت ما عملت لهم حتى شيء يحسدوك ويكرهوك لكن جيس وات في الاخر بالكل وقت اللي توصل انت للوبجيكتيف نتاعك هما شنو يوليو هما الكل يحبوا يوليو في بلاستك يعني كرهك حسدك سبك شافك لين انت وصلت بعد قال ماذا بيا نوصل ماذا بيا صح عليه كان جيت في بلاصتو صح عليه كان انا مشيت وعملت صح عليه كان انا وكذا 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 علاش خاطر افري داي كل يوم تقوم الصباح تخدم الحلمه نتاعك كل يوم تقوم الصباح تخمم في الحلمه نتاعك تقدم حتى سنتيمتر تقدم حتى مليمتر كل نهار تقدم في الحلمه نتاعك علاش خاطر كل نهار بعد هذاك سافا فيغ لا ديفيرونس بيناتك انت وعبد اخر هذاك سافا فيغ لا ديفيرونس ما بين الربح والخساره خاطر سانتي مع سانتي مع سانتي تلقى روحك مقدم برشا على العباد اللي معاك ومن اهم الحاجات هي لونتوراج نتاعك
entoure-toi بعبيد انها تنجم توصلك تنجم تدزك القدام تنجم تولي كيفهم عبيد خير منك نحن عندنا اغلبيه العبيد لهنا نحب نولي كيف فلان نحب نولي كيف فلتان شو هذاك كيفاش عنده نحب نولي نصرف كيف ونحب نشري كيف ونحب ونحب تلمو قاعدين ننفستي وقت على الاخر لين ننساو رواحنا لين ننساو رواحنا انت شكونك اسكو اي واحد كي نسو اسكو نجم كل واحد يعطيني شنو الترو فالور نتاعو انه الفاليو نتاعو شنو هي بالضبط ما نجمش الناس كلها في بعضها شو هذاك طلع وهذاك هبط ركز على روحك انفستي في روحك اقرا كتب اخرج سافر العب احكي مع بيت اعرف صفي وميم تو انفستي في مخك انفستي في مخك وبقدر تربي توصل تحقق احلامك مهما كانت صعوبتها نحب نكمل بسيتاسيون تعجبني برشا يقول لك il faut toujours viser la lune car en cas d'échec, on atterrit sur les étoiles. Merci.